ايضا هنروح برضو لتقرير مهم، التقرير الاخير معانا في تغطيه مهرجان الغردقه، برضو المدربين اللي عليهم دور كبير وبيبذلوا جهد كبير، نروح نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع لحضراتكم مره تانيه. حاجة جميلة جدا ان النجوم دول كلهم يجوا، كابتن اكرامي، كابتن شطة، كابتن كامل، كابتن وائل، الناس دي تيجي وتبص على اللعيبة بتاعتنا هنا، واكاديميات تانية هنا شرفتنا ومواهب كتير، وبرضه بصوا على ناس كتير للقطاع، ودي حاجة يعني فرحتنا احنا، لان ده برضه تعب مدربين واللعيبة دي اجتهدت واشتغلنا عليها، وعندنا مواهب كتير يعني الحمد لله، اخذوا منها لعيبة وشافوا لعيبة، وفي ناس ترشحت تروح قطاع، وربنا يسهل ان شاء الله كده، وفي ناس تانية نوديها. كل الهدف من الاكاديميه تمام ومن المهرجان والكلام ده كله ان احنا عايزين نطلع براعم كويسين يفيدوا قطاع في النادي الاهلي ويفيدوا النادي الاهلي في المستقبل. طبعا كل دوت الخطه اللي احنا حاطينها او البرنامج اللي احنا حاطينها في الاعداد للاكاديميات في النادي الاهلي والكلام ده كله او التطوير بيهدف لان احنا نطلع طبعا براعم وناشئين كويسين يفيدوا النادي ويفيدوا الفرقه الفريق الاول ان شاء الله، وان شاء الله باذن يعني نتمنى ان احنا نطلع اكتر من لاعب. مهرجان باسم كابتن هاني مصطفى، ربنا يقومه بالسلامه، مهرجان كويس، بنحاول نشوف فيه لعيبه، مهرجان اللعيبه فيه كلها كويسه، اكاديميه نادي الاهلي بالفروع كلها، اسكندريه وسهاج ومدينه نصر والقطاميه، في الغردقه هنا حاجه بصراحه كويسه جدا. في الغردقه التنظيم هايل، لعيبه هايله طبعا، واولياء الامور بتتعب مع اللعيبه واداريين مدربين، وطبعا كله تحت اداره الكابتن شطه وبتوجيهاته طبعا مدير اكاديميات نادي الاهلي، يعني ربنا يكرم باذن الله. المهرجان الحمد لله من الناحيه التنظيميه الناس كلها شافت، ولا اروع من كده، اسم النادي الاهلي اسم كبير، تنظيم على اعلى مستوى، احتكاك اكتر من فرع بيننا وبين بعضينا، كباتننا الكبار كابتن شطه، كابتن فوزي، كابتن اكرامي، جم اكتشفوا كام لعيب من عندنا من فرع الغردقه، يعني ده الحمد لله يعني كلل تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت والحمد لله. اول حاجه بتمنى الشفاء للكابتن هاني مصطفى، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله، واول حاجه تنظيم ولا اروع النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. مهرجان ممتاز بسم الله ما شاء الله، والجهاز الفني والاداري لفرع الغردقه استقبال اكثر من رائع، ومكان ممتاز بسم الله ما شاء الله، يليق باسم الاهلي وبمكانه الاهلي، وبسم الله ما شاء الله مستويات ممتازه النهارده شفناها في مختلف المواليد، من مواليد 2009 ل 12 مستويات جميله خالص، ان شاء الله باذن الله يعني يختاروا منها عناصر كويسه للقطاع، ويكونوا ان شاء الله باذن الله من ضمن نجوم الاهلي ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله باذن الله. طبعا ده تجمع جميل جدا، احنا مبسوطين جدا في سوهاج ان احنا جينا هنا الغردقه في التجمع ده، تجمع الكابتن هاني مصطفى، حاجه جميله جدا يعني الصراحه، بينم على المبادئ الاساسيه للنادي الاهلي، احنا اللعيبه كلها فرحانه طبعا ومبسوطه، اتعرفنا على بعض، الكباتن اتعرفوا على بعض، دي حاجه جميله جدا، ويا ريت دي تبقى مستمره على طول، لان احنا بنوري ان الاهلي في كل مكان ليه كيان كبير وفي كل مكان ليه تواجد. مهرجان جميل طبعا، وتحيه للكابتن هاني مصطفى، ربنا يديه الشفاء باذن الله، عاملين ده بالنسبه له هو طبعا، ونتمنى يكون بالسلامه باذن الله. والمهرجان ده يعني 3 ايام شامل معظم افرع طبعا، فرع القطاميه، مدينه نصر، فرع سوهاج، فرع الغردقه هنا، واللعيبه كلها بتكون مبسوطه باذن الله، وبرده بنختار اللعيبه المميزين باذن الله، ممكن يعني في ايام مقدمه بتروح تعمل اختبارات في القطاع، واللي ربنا يكرمه باذن الله يبقى هناك يعني، وان شاء الله مهرجان جميل على 3 ايام، وربنا يسعد الجميع ان شاء الله كده. طبعا هو مهرجان كبير ويليق باسم النادي الاهلي وبتاريخه، ويليق باسم الكابتن هاني مصطفى طبعا، ربنا يشفيه تمام، وكانت حاجه كويسه طبعا، والنهارده كان يعني مجموعه من اللعيبه متميزه، والحمد لله وربنا وفقنا ان احنا نطلع المهرجان لاحسن وافضل حال يعني باسم ايه باسم تاريخ النادي الاهلي يعني. اول حاجه انا بتمنى الشفاء لكابتن هاني مصطفى، والمهرجان والله انا يعني بنشكر كابتن شطه وكل المسؤولين على الثقه اللي هم اداها لنا ان هنا بقى الحفله هنا تبقى في فرع الغردقه، فبتمنى التوفيق للجميع يعني ان شاء الله. المهرجان النهارده بيقدم للاولاد النهارده عنصر كبير طبعا، عنصر المنافسه، بنحاول من خلاله نقدم الاولاد كلها ونختار العناصر المميزه طبعا، كل ده يصب في مصلحه النادي الاهلي ومنتخب مصر. الامكانيات هنا زي ما حضرتك شايف كده على اعلى مستوى، كل حاجه موجوده الحمد لله رب العالمين، يعني كان مهرجان كويس قوي النهارده وربنا كرمنا فيه ان شاء الله. الحمد لله تنظيم كويس جدا الحمد لله، اولا بس نتمنى الشفاء العاجل كابتن هاني مصطفى، احنا بنعلم الاجيال روح النادي الاهلي
تمام ان هو ده النادي الاهلي ونعلمهم ازاي ان هم يبقوا المركز الاول دايما. مهرجان كويس جدا وان شاء الله باذن الله يعني يتكرر ان شاء الله كل سنه باذن الله، ونتمنى للولاد التوفيق باذن الله ان شاء الله.